العزومات بتكون عشاء اكتر علشان نعرف نقعد براحتنا بعدها. صحيح. فده اول حاجه. برضو مش عايزه اصعب على الناس يعني. لو حد ما عندوش ممكن نكتفي بحاجه تانية بديله. عارفه الماتس اللي هي بتتحط كده اللي هي بتبقى جزء مقطوع كده تحت كل طبق ممكن نستعيد عنها، بس طبعا دي مش هتكون بتحط رسمية. عليها الكافرز وبتحط عليها الطبق والحاجات، بس دي مش هتكون بنفس الرسميه. المفرش هيتحط كمان معاه النابكنز، وفي طبعا طرق ان احنا نقدر ان احنا نشكلها كده زي ما عملناها مثلا. والحاجه الثانيه ان احنا لازم نحط الاطباق اللي هي هنستخدمها في الاكل. بمعنى ايه؟ لو انا عامله اوبن بوفيه فانا ممكن ارص الاطباق كلها مثلا على بوفيه يكون خلفي ورا، او لو احنا هنعمل سيت الدينر يعني الاكل موجود على السفره اوريدي، فاحنا لازم نحط لكل شخص الطبق بتاعه والادوات بتاعته. يعني ست البيت لازم تقوم بنفسها تفرق الاكل او توزع الاكل بنفسها؟ لا بصي، لو احنا عاملين اوبن بوفيه وانا حاطه كل حاجه هنا، حاطه الادوات الاطباق والشوك والمعالق وكل حاجه هنا، كل حد ياخد، وحاطه الاصناف، كل واحد هنمشي هنشوف بداية البوفيه مثلا من هنا، دايما بيبقى من هنا يمكن او من هنا على يعني يمنا هو اللي بيكون البوفيه. حلو. وبنبدأ ان احنا ناخد السلطات الاول، بعد كده بناخد المين ديش في طبق تاني بعد ما بنرجع، وبعد كده بناخد الحلو اذا هيتقدم برضو هنا مش في الصالون. طيب. ممكن يكون في شوربة برضو. سؤال، لو الموضوع ما فيهوش بوفيه محطوط، ايوه سفرة عليها ست أفراد، أصحاب البيت وعليها الناس المعزومة والأكل كله محطوط على السفرة، كويس، هل من الشياكة والذوق إنه ست البيت تقوم بنفسها تحط الأكل للناس وتسأل تحب قد إيه تحط إيه، ولا بنسيب الناس بما إننا كده كده يعني أون سيت فنتعامل؟ بنسيب الناس تتعامل، بس ليها أصول كمان يا ندى. الأصول إيه هي بقى؟ تخيلي مين أول واحد مفروض ياكل؟ ست البيت أول واحدة مفروض إن هي تمسك منديل السفرة أو فوطة المائدة وتتنيها كده وتحطها على رجلها. معنى كده إن هي بتأذن للناس، بتقول لهم اتفضلوا من غير ما تتكلم. إحنا هنا بنتعامل بـ non-verbal communication يعني أو التواصل غير اللفظي بالحركة. وهي بتسيب الناس على هي بتبدأ تاخد على فكرة. أوكي. ولو حتى عينات كنوع من افتتاح بداية الأكل يعني. عارفة العروسة والعريس إزاي هم بيفتتحوا البوفيه مثلا؟ فهي اللي بتقول كده وبتقول اتفضلوا يا جماعة، أو بتقول مثلا كل سنة وانتم طيبين، دايما متجمعين في مناسبات حلوة، أو يشرفنا النهاردة موجود فلان أو فلانة، أو بنبارك لهم مثلا اتنين متجوزين، أو زي ما حضرتك قلتي أنه زملاء زوجي في العمل أو كده. فدي حاجة. فست البيت هي اللي بتبدأ أول لازم واحدة، لازم تبدأ عشان الضيف يتشجع ويبدأ يستارت بقى. حلو. خليني اخد سلمى. انا اسفه طبعا ده يعني انا عدمت الاتيكيت دلوقتي قطعتها في الكلام، بس انا عندي تيمبو للحلقه يا استاذ. مساء الفل يا سلمى. مساء الفل يا ندى، عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله، انت اخبارك؟ دايما دايما بخير يا رب. انا بس ممكن اسال بس سؤال ممكن؟ طبعا اتفضلي ندى. هو انا السؤال بتاعي، احنا لو في عزومه غدا او عشاء اوكي ومعانا اطفال وحبينا طبعا نقعدهم على السفره معانا، هل هنا ساعتها الاطفال بيبقى معاملتهم نفس معامله الكبار ولا هيبقى النظام ازاي؟ حالا حالا هترد على